السلام عليكم، أهلا وسهلا به طلبة الأعزاء في الأقسام الإدارية، تخصصات إدارة المخازن أو إدارة المواد. محاضرتنا الآتية استكمال المحاضرات السابقة، أرجو التمعن بها وتفاصيلها لأن مهمة وتخص سمات نظام المراقبة الداخلية السليم على المخزون. أعتقد واحدة من المواضيع المهمة هو الحفاظ على المخزون وديمومته وسلامته من كل المؤثرات الخارجية والداخلية. لذلك نتناول اليوم نقاط سمات حماية أو نظام المراقبة الداخلية السليم أو الحفاظ على المخزون بأحسن الوسائل. أول العوامل المؤثرة هو الفصل بين اختصاصات ومسؤوليات الموظفين، حيث أنه يؤدي إلى تفادي الغش أو حدوث أخطاء غير متعمدة في البيانات المحاسبية، بافتراض عدم التواطؤ بين الموظفين وفي تنفيذ التلاعب أو إخفاء أو أخطاء غير متعمدة، حيث تتم المصادقة عليه من قبل لجان تكون تخصصية والغاية من عندها حماية المخزون أولا وأخيرا، حيث تتم المصادقة حقيقة من خلال الفصل بين الاحتفاظ بالأصل أو حيازته والإثبات في السجلات، حيث نرى أن الفصل بين اختصاصات الموظفين وعدم التداخل سوف يؤدي إلى حماية المخزون وبالتالي الحفاظ عليه قدر المستطاع، حيث تتمثل في الحقيقة الوظائف التي يتعين الفصل بينها في وظائف شراء الأصول والرواتب وغيرها وتسجيلها وتبويبها من الوظائف التي تتعامل مع النقد، خاصة لأن نعرف عملية النقد عملية حساسة وتتطلب الدقة في ذلك. العامل الثاني هو وضوح خطوط السلطة، يعني اللي يسمونه Responsibilities for Authority، حيث أن أي شخص مهما بلغت قدرته وطاقاته وإمكاناته لا يستطيع القيام بمجموعة من الأعمال لوحده بدرجة عالية من الإتقان، خصوصا إذا تعلق الأمر بمؤسسات واسعة ومنتشرة وضخمة مثل مؤسسات العمل الخيري وغيرها التي لها أفرع خارجية وبعيدة عن نظر المسؤولين، كذلك بعض المعامل أو المصانع الخاصة التي تتطلب تفويض السلطة والمسؤولية، بحيث يستطيع المدير توزيع المسؤوليات مما يساعد في ذلك على اكتشاف المواهب المتعددة وإتاحة الفرص والإبداع للآخرين، وكذلك تخفيض التكاليف المادية والمعنوية تبعا لذلك، وأيضا أخيرا المساعدة في سرعة إنجاز العمل وإتقانه، بحيث تكون تقوية العلاقات الإنسانية بين أعضاء المؤسسة والترابط والعمل المتماسك والدؤوب، وبالتالي يؤدي إلى وضوح الرؤية ووضوح المسؤولية. لذلك فإن وجود هيكل وظيفي واضح يحدد فيه خطوط السلطة والمسؤولية وتدفيق الصلاحيات هو أمر مهم جدا في تحديد المسؤولية، لذلك تبعيات أيضا مفيدة. العامل الآخر هو كفاءة الموظفين. في الحقيقة يكون نظام المراقبة الداخلي جيدا وفعالا بفضل الموظفين المؤهلين الأكفاء والأمناء، وحتى لو لم يتضمن النظام تحديدا مفصلا لمواصفات ومسؤوليات الوظائف، حيث أن اتباع الوحدات تبعا لذلك، الوحدات أقصد هنا الاقتصادية، وتتبع سياسة اقتصادية سليمة في تعيين موظفين جدد أو ترقية موظفيها الحالي، يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار متطلبات الوظيفة من مؤهلات وغيرها، حيث أن تدريب العاملين عن طريق وضع برامج تدريبية تكفل في أداء العاملين لمهام ووظائف معينة وكفؤة، وتتنمي لديهم طبعا أكيد راح تنمي عندهم شعور بالمسؤولية ومعرفة دورهم الواضح في تحقيق أهداف المؤسسة، مما يقضي على المشكلات الإدارية المتنوعة التي قد تنتج من تداخل المسؤوليات والسلطات، وهذا ما يحدث تكرارا، حيث أن مثلا اليوم في وضعنا الحالي وظهور هذا الفيروس القاتل الكوفيد 19 يتطلب هنا من كل مؤسسة أن تتخذ سياسات واضحة لدرء الأخطار دون التدخل من المؤسسات الأخرى التي قد تعيق عملها. كذلك أن وجود معايير سليمة للأداء أكيد يعد ضروريا يعد لإقامة نظام جيد للرقابة الداخلية، يساعد على تأييد أداء العاملين دورهم
سواء يكون على شكل جداول دورية بطريقة مباشرة أو عن طريق رؤساء المشرفين. كذلك أهم عامل آخر أعتقد أشوفه مناسب هو وضع نظام جيد للحوافز والجزاءات، حيث يشجع على زرع الحماسة لدى العاملين ويشجعهم على زيادة الإنتاج كما نوعا وباقل الكلفة وفي حدود الزمن المقرر، وطبعا أكيد وفق قدراتهم الذاتية وإمكاناتهم. عامل آخر هو الروتيشن أو تدريب الموظفين، تدويرهم يعد جزء ضروري حتى يساعد على صراحة على اكتشاف الأخطاء، منع الاختلاسات، منع الدكتاتورية في الوظيفة، حيث تبتدي بين العين والآخر حقيقة. في وطبعا في وظائف محددة ومهمة في إدارة المؤسسات. ننتقل للعامل الرابع وهو لا يقل أثرا عن البقية، هو سلامة السجلات الريكوردز وإجراءات التصديق على العمليات، يسموها الـ Approval Authorization، حيث يعتبر نظام المعلومات المحاسبية السليم أحد المقررات الأساسية لنظام المراقبة الداخلية الفعال. يتبين هذا من الفصل بين العناصر المتعلقة بالنفقات الاستثمارية والاستهلاكية وغيرها، وانطلاقا مما سبق أكيد راح أكد لكم أن يكون نظام المعلومات المحاسبية وسيلة لتحقيق عدة نقاط، من أهمها وجود مستندات داخلية كافية تغطي كافة أوجه النشاطات، وكذلك وجود دليل لإجراءات والسياسات المحاسبية، تصميم السجلات المحاسبة بطريقة مناسبة للرقابة حيث يتم جاهزيتها وتكون ready يعني for inspection، ثبوتية وتبويب البيانات ووضع دليل مبوب الحسابات يعكس بشكل كافي عناصر الحسابات الختامية، وكذلك إعداد موازنات تفصيلية للعمليات ومباشرة تنفيذها، وكذلك وجود نظام تكاليف فعال لقياس الأداء الفعلي بحيث يكون جاهزاً لأي عمليات أخرى تحدث، مثل عمليات التشيك السريع أو المباشر أو الفجائي. خامساً، حفظ وحماية الأصول والسجلات، يسمى هاي ريكورد أند أسيت سيفي جاردن يعني حمايتها، حيث طبعا يتبين من هذا العامل انه لابد من وجود او فرض حمايه ماديه وحمايه محاسبيه لجميع عناصر الاصول من تسجيل وتبويب وادخالها في الانظمه الاليه في الحاسبات وفي الطرق الحديثه لغرض تنظيمها في الدفاتر المحاسبيه. يعتبر اكيد امر ضروري ومطلوب من اجل تقديم المعلومات المحاسبيه الدقيقه التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات. العامل السادس هو وجود إدارة سليمة للمراجعة، يسموها Internal Audit Department، طبعا لا تقل أهمية عن سابقاتها، حيث يساعد في وجود إدارة سليمة للمراجعة الداخلية في تحقيق أقصى فعالية لوسائل الرقابة الداخلية نظرا لما ينتجه من عمليات كشف أي انحرافات أو اختلافات أو اختلاسات وفحص ودراسة أسبابها، وكذلك تكون إدارة المراجعة الداخلية متحررة من نفوذ أي قسم أو تدخل بعض الأفراد المدير أو أجزاء غير المدير، وكذلك تعد إدارة المراجعة الداخلية تابعة مباشرة لمجلس إدارة المنشأة أو رئيس المجلس ليكون وجودها حصريا حتى نتخلص من عمليات التدخل المباشر أو غير المباشر. العامل السابع والأخير، يجب أن تكون هناك Plan of Organization يعني خطة تنظيمية دقيقة من خلالها تستطيع السلطة الممنوحة لكل إدارة للقيام بمسؤوليتها والتنسيق العام بين نشاطات الإدارات، وحتى تكون تتصف هذه بالتنظيمية Organization تتبنى التالي، أن تكون البساطة والوضوح كامن عليها بحيث يمكن فهم ما تضمنه بدقة دون أي ليس وجود خطأ فيها، والمرونة حتى تستطيع أن تقابل أي تطورات مستقبلية حيث يتم عمليات التحديث في السهل إلى عمليات الإزالة، عمليات الحذف، عمليات التجديد وهكذا. ويجب أن تطبع هذه العمليات التنظيمية في دليل مطبوع تصدره إدارة المؤسسة على شكل كتيبات أو على شكل استمارات أو أوراق معدة لهذا الغرض، أو إذا تتسم بالوضوح والشمولية. أعتقد بالإضافة إلى الرقابة المحاسبية ما يعد ذلك من أهم عناصر الرقابة الآلية، هناك عناصر أخرى هي الفصل بين الوظائف، كما أن هذا الإجراء وفر كثير من مصروفات الرواتب لوظائف المحاسبين حيث تم تجميعهم في مكان واحد وهو المركز الرئيسي
وإلغاء وظائف المحاسبين في أفراد بعض الشركات أو الجمعيات. يعني هذا حقيقة إلى عامل آخر يضمن هنا عملية خاصة تمت في أحد الدول، دولة الكويت، لها علاقة في عمليات تصميم الرواتب في نظام خاص بها. أعتقد أتمنى أن تكون المحاضرة قد استفدت منها في كيفية أو الحفاظ على نظام الرقابة الداخلية السليم على المخزون. شكرا جزيلا، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المحاضرة. إلى اللقاء.